أنا واحد تاني غير لي زماني وخلاني أنا أنا مش أنا أنا مش أنا أنا واحد تاني أخد لي مكاني وسرق لي الهنا صرت الندم محكوم وعم حاكم قلبي صاير ظالم من لما انظلم كون ما في مدى الصوت ما له صدى بورا الأسامي محيطني الملامي واسمي ما حدا كيف تاخذي سيارتي بدون اذني؟ نعم؟ ايه عمي ترك السيارات لإلي، يعني مفروض لما بدك تستعملي سيارة منهم تطلبي اذني. هيدا اسمه ذوق. سوري هيدي مش قاطعة قدامك الكلمة ما بتعرفيها. كيف بدي افسر لك اياها؟ يعني لياقة. هيدي كمان مش قاطعة قدامك وما بتعرفيها. اصلا اذا ما بتعرفي بالذوق كيف بدك تعرفي باللياقه؟ بتعرف شو؟ شو؟ انت واحد وقح وانت وحده بلا تهذيب. فيك تاخذي السياره. كنت رح اخذها، نقلت ايه ونقلت لا. بعرف مشان هيك قلت ايه. وين رايحه بكره؟ رايحه على شغلي. اه والله عم تشتغلي؟ ايه طبعا عم بشتغل. وشو عم تشتغلي؟ امرأة اعمال. عفوا شو هيدي امرأة شو؟ امرأة اعمال اللي بيكون عندها شركة ومعمل شو بيقولوا لها؟ مش امرأة اعمال؟ اه لا امرأة اعمال طبعا ومكترة كمان. بفهم من حديثك انك رايحة بكرة على المعمل. رايحة من بكرة كتير المعمل. عظيم. لك منروح سوا؟ نعم. ما حكيوني من المعمل وقالوا لي انه المهندس تركهم، طلبوا مني اخذ محله لبينما لقوا مهندس ثاني. بتعرف اذا بالمح خلقتك بالمعمل بكره انا شو رح اعمل فيك؟ شو؟ رح اشحطك وجرسك وبهدلك قدام كل شي في موظفين. لحظة 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 لحظة. انت هدديني؟ عم هددك. هلا بلغت العبد.
شو بك هانا راكده بعيط لك ما ترد علي؟ شوفي ما في شيء؟ بلا في شيء. شوفي لازم اظهر من هالبيت، مش قادره بقى اقعد هون، لازم اشتغل، لازم اعمل حيالله شيء. مش طايقه، مش طايقه. مش طايقه شو؟ حالي. الو، ايه فؤاد؟ ليك لازم شوفك اليوم. اوكي طيب، روح على الشغل انت، انا عندي مرأة بدي اشوف المتر عادل ومتغدى سوا. لا ما في شيء، ما في شيء، وحياتك ما في شيء، بس هيك بدي احكي مع حدا، بدي فش خلقي. طيب اوكي باي. سمعت صوتك عرفت انه وعيت. هيدا مجد. شو بده؟ بده نتغدى سوا. يعني ما جاي على الغدا اليوم؟ رح اتغدى معه. عفوقه نرسي كتير على الورد امبارح. حبيتيهم؟ كتير، بس ما قلت لي شو المناسبة. ما له مناسبة هيك. ما كنت عارف انه بدلة الرأس بعد عندك. عند اثنين غيره. ولا مرة شفته. مخبيتهم. من مين؟ مخبيتهم منك، خفت تقلي كبيهم، هول بيذكروني بأيام حلوة. الذكريات الحلوة بتبقى جواتنا زينة، لا قطع التياب ولا بدلة رأس بيذكرونا فيهم. الو كيفك منصير؟ وينك مجد؟ ما عم نشوفك. قول عندك عمات. طلع علينا، دق لنا، تعا تغدى عنا اليوم، عاملي لبن امه. اعتذر من فؤاد، اشتقت لك انا. بدي خبرك عن عمايل عمتك الخوطه. وين؟ متر عادل بعد الحي بالبيت؟ ليه بعد ما شحطت مونشير؟ طيب تيجي بتتغدى بكره عنا؟ شو بتحب اطبخ لك مونشير؟ عمتي ما بعرف شو عندي بكره، اعملي حيالله شيء. وهلا مشغول كمان. طيب خلص اعملي شايف المحشي منيح؟ ايه باي مشير باي. سوري متر، بس عمتي لما تبلش تحكي ما بتعود تقطم. ولا يهمك، كمل حديثك. انا اللي عم بقوله انه لازم تروح على المعمل وتقابل المدير وتحطه بالجو. ما بدنا الست هنا توصل وتتعاطى بامور ما بتفهم فيها حتى ولا بتعرف فيها. خلص رح اروح بكره قبلها. اوكي، وانا اللي رح اروح معك وعرفك على كل الشباب. يا عيني حبيبتي فيرا، ما بيسوى تشتغلي هالقد، ارحمي حالك. عم جرب ركز، ما عم بقدر. وصلك امبارح؟ ايه وصلني. وشو تحدثتوا على الطريق؟ حديث عادي. حديث عادي؟ طب خبريني قد ايه انبسطت امبارح بشرفك؟ ما لحقت اتهنى، وصلت على البيت وانفقست الفقس العجيبة. ليه شو صار؟
عندي 5 دقايق بريك فقلت بجي بقضيهم معك. دخلك ميرنا؟ قالك انت ما بتقعدي على مكتبك؟ كل نهار زيارات للشركة؟ يعني اسم الله عليك انت اللي ما بتنازع عن مكتبك. طيب رح اترككم انا راجعة على شغلي. شو؟ كيفنا اليوم؟ ماشي. شو بيك؟ ليه ساكت؟ ما بعرف شو صاير لي. بدك نروح نسهر اليوم؟ يا ريت، بس الجو بالبيت شوي متوتر، بفضل ما اظهر. ليه في شيء انا ما بعرفه؟ لا، بعدنا بقصة البناية. ايه دخلك ما عاد سألتك انا شو عاد صار؟ تفضل. ست هنا، الأستاذ هشام هون قال بده يشوفك. هشام؟ شو بك فؤاد؟ أنا اللي مشغول بالي عليك وجاي شوف شو القصة. شو بك فؤاد؟ خي ما في شيء. مشاكل مع زينة؟ لا. لكن شو في؟ أنا مش عارف شو في، ضايع. طيب، فكرت باحتمال إنه زينة ترجع على شغلها وأنتم مجوزين؟ ولا بقدر حتى أفكر فيه. ليه؟ ما بتقبل الفكرة. ما بتقبل مرتي ترقص والرجال عم يطلعوا بعيونها. وعيونهم عم فؤاد، مرتك إذا ماشي على الطريق الرجال رح يطلعوا فيها، وإذا عم تشتغل كمان الرجال رح يطلعوا فيها. مش مثل إذا كانت عم ترقص قدامهم، ما في أتحمل. وبنفس الوقت نفس الوقت شو؟ نفس الوقت ما في أتحمل فكرة إنها تترك البيت. ما بعرف إذا في كفي بديها. أنا ما بعرف شو بدي لك. امبارح رجعت على البيت كانت عم ترقص. بتعرف قد ايه اللي مش شايفها عم ترقص؟ كانت حتى موسيقى على صوت عالي وعم ترقص. ما قدرت شيل عيوني عنها. رجعت تشبه زينة اللي تعرفت عليها. عيونها كانوا عم يلمعوا. هول العيون اللي حبيتهم شفتهم امبارح. كان صار لي زمان مش شايفه. فؤاد، زينة مش مبسوطة. زينة مش عايشة. بعرف. اللي كانت عم ترقص امبارح غير اللي عايشة معي. اللي عايشة معي عايشة من قلة الموت. شفت اني شايف وبعرف، بس مش قادر، مش بإيدي. فكرة انها ترجع ترقص ما في اتحملها. شو رح يقولوا الناس؟ لك شو خص الناس يا فؤاد؟ بشرفك ما تحسسني كأني قاعد مع واحد من العصر الحجري. شو رح يعملوا لك الناس اذا مرتك تركتك وفلت؟ ليك بعرف عقليتك وبعرف كيف بتفكر وبعرف انك بتعتبرني من العصر الحجري، بس مش بإيدي. حط حالك مطرح، بتقبل مرتك ترقص؟ اذا حبيتها وهي عم ترقص ليه بدي استحي انها تكون عم ترقص؟ انت حبيتها رقاصة، حبيتها لزينة لأنها بترقص، وهي زينة لأنها بترقص. معادلة بسيطة. يعني إذا منعتها ترقص معناتها صرت عايش مع زينة اللي ما بترقص، يعني مع شخص تاني. كل اللي عم تقوله بعرفه، بس مش قادر. مش قادر خليها تترك البيت، ولا قادر خليها ترقص، ولا قادر أتركها برا الرقص وشوفها عم تعذب قدامي. قوم روح نشرب كاس شي محل. فقط شو بيك صاير عندك عادي هيدي، بدك تعمل شوية كنترول. ما عم تقل. بعرف ما عم بتقل، بس صاير عندك نقطة ضعف ما صدقنا نطلع منها. بدك ترجعنا 20 سنة لورا نرجع نلق فيها من جديد. ليك ال 22 سنة منتبه و 22 سنة طالع منها. بدك ياني هلأ رجع لها بعد كل هذا الوقت؟ أكيد لا.
المهم هلا انت كيف؟ انا اضرب منك. يا ريت ما بيت هون. ليش؟ شو في؟ بدي ارجع على حياتي، بدي ارجع على اليخت، بدي ارجع على قلة المسؤولية، بدي ارجع اعيش وما افكر بحدا، بدي هيك ارجع ارتاح. منين بده يجيب مصاري ليصلح؟ شو رح يعمل؟ ما بعرف. خلي فيلا تروح تسأل بالبنك وتاخد سلفة على معاشها، هيك ما بتكون عم تكذب عليه، وأنا بسكر لها إياها. بس فيلا معاشها قليل، ما رح يعطوها كتير. قد ما يطلع لها بضل أحسن من بلا. وبعطيك المصاري اللي بدك إياهم من شغلك، هول على هول بيعملوا مبلغ صغير، بضل على القليل يبلش بشي. يمكن، ما بعرف، والله ما بعرف. أنا خايفة يصير شيء. ما تخافي روقي، ما رح يصير شيء. خلي فيرا بكرة تروح على البنك وتسأل قد بيطلع لها، قولولي. خلي هول معك. شو هول؟ مصاري. انت هلا ما عم تشتغل. هنا اختي، اذا عرف بي انه عم باخذ منك مصاري بعد اللي صار، بتعرفي شو بيعمل؟ وانت رح تروح تقول له يعني؟ هول الك حتى تتسيسر. لا لا، دخيلك من غيرها بتاخد مني انا ليلى. صرت تفكر مثله كمان؟ لا أكيد ما بفكر مثله، وحياتك مش هيك، بس أنا بخاف أزعله كتير. وأنا ما حدا منكم بخاف أزعلي. هات رح أخذها. مرسي أختي. عم تقلي مرسي لأن أعطيتك مصاري؟ لا، عم قلك مرسي لأنه هيدا أول مرة من 8 سنين بتذكريني بأختي هنا. أنا صار لازم أمشي. انتبهي لحالك وخلينا على اتصال. بعدين هنا افتحي خطك، تليفونك عم بضل مسكر أختي. ما عندي تليفون، ضيعته. طيب بحكيك على رقم البيت، رد علي. أوكي. انتبهي لحالك. باي. شوفي، عم بعمل له همبرجر لموني. اكيد بحياته لا اكل ولا رح ياكل اطيب منها. بدك ياكل يا وديع، الصبي انجع بيحط اكل بتمه. بكرمل هيك عم بعمل له همبرجر. هلا بتشوفي رح ياكل اثنين ان شاء الله من تمك لباب السما. سي قبر قلبي، انت ملاحظه قد ضعفان؟ ايه ما علي يا جميله، بكره بيرجع مثل ما كان واحسن. وينه؟ هو جوا بالاوضه عم يدرس. تاخذي له اياه هلا؟ سالته قال ما بده ياكل. بتعرفي شو؟ خلينا اول شيء نعشي الخواجات وبرجع باخذ له اكل. يا الله، اليوم على الغداء انجح حط اكل بتمه، وقال انه بطنه كثير عم يوجعه. لك هيدي حجه، كل اولاد بيقولوا بطني عم يوجعني لما ما بدهم ياكلوا. الخواجه ما جد وصل. طيب، لكن خلونا ناخذ العشره الخواجات، يلا. يلا. سلوى، بعدك ملقوحة هون من الصبح؟ هلأ ظهرت سهام. شوفي لي حلوين شعراتي، غمق لي اياهم قارية. عملتيهم كتير سود يا سهام. سود يا سلوى؟ ولك شو عميتي بالمرة يا سلوى؟ قومي فوتي لجوا، جاي كيندا وليندا بدنا نلعب كاتورز. مين قال لهم يجوا؟ أنا ما بدي ألعب كاتورز الليلة.
هيك بدك تقضيها كل الليل عم تبصبصي على الزلمة وهو لا شايفك ولا قاشك ولا مهتم فيكي ولا معبرك؟ لمعلوماتك له 3 أيام شايل عينه عني، بيطلع فيي وبيتبسم لي، رح يحكي معي واتعرف عليه ويتجوز فيل من هالبيت واخلص منك. عبالكم نظهر شي مطرح ناخد درينك؟ لا لا. ليه؟ انا كتير تعبان بدي اطلع نام. طيب منضل هون مصر على التراس؟ انا كمان بدي اطلع نام، عندي وعي بكير بكرة رح على الشغل. بعدك مصرة تروحي على الشغل؟ اكيد. تركها ما اشتركها، تركها تنهبل وتشتغل، نحن منكزر بالوقت. طيب بدك ابعت معك المتر عادل يعرفك على الموظفين على المدراء؟ ليه؟ مجذوبة أنا لحتى ما أعرف أتعرف لحالي على الموظفين والمدراء؟ لا لا سمح الله مش هيك، بس أنه هذه قصة التعارف لازم تصير بكل لطف مشان ما ينقذوا منك الموظفين، وبعتقد هيدي الصفة هي أبعد شي عنك. بتصور يلي اكل وشارب ونايم ببيتي مفروض يكون بيحترمني ويربح لي جميلة ويدور يخبر كل الناس عن لطفي لأني استقبلته ببيتي بلا ما كبوا على الطريق. هو للصراحة أنا عم ببرم وعم خبر كل العالم عن لطفك، بس المشكلة إنه ما حدا عم بصدقني. ودي عملت لك همبرجر بالطيارة. شو جبت لك وحده؟ شو قلت لك؟ ودي عملت لك همبرجر ماما بجيب لك. موني ماما موني بك شي ماما بتسمعني؟ موني لا موني ماما موني 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 ماما بلا مزح. ايه موني سوسان شو صار؟ خواجة ماجد كرمال الله موني زحية جميلة زحية كيف بدخيلك موني موني شوي شوي علي دو راسه يا هنا عليت يا هدين خليني دي السنة روحي جيبك البيت ما يسوح موني ما بقى تهزي خليني اسمع جميلة كده جيبك البيت ما يسوح طلع عسلي قلت لك يا وديعة قلت لك يا وديعة انه صامي مش عم بياكل يا ربي بضل بطعم يرجع بضل بضل عم يموني شفتي حكيم بركي عائلة الاكل غيب عن وعي رؤية جميلة ما بدها هالقد رؤية نادين قولي لعزيزي حضر السيارة لازم يروح على المستشفى ليه؟ يا ربي دخيلي يا جميل ستانا السيارة بس ما تخافي جميلة السبع عم يتنفس طب ليه بس حدا يفسر لي ليه؟ قلتي لي كان عم فوت على الحمام كثير هالفترة كثير قال لي منعتيه يشرب مي كان كثير عم يشرب مي وعم يضل بالحمام تمه منشر كل الوقت عم شربوا مي هيدا مي لا مي سكر جنيتي انت ماشي تخليها مش عارف ايش لا انا بحمل معك بس موني جميله رؤي جميله موني وينو عزيز؟ قلت له عم بيجيب السيارة من الجراج، شو بعده غايب؟ واعي ومش واعي لازم نعجل شو بويا؟ شو مفكرة؟ جبت شو
هاندي تقبرني. مرسي. يا هشام أنا خايفة فيرا تشيل مصاري من البنك وهنا تدفع لها، نعرف بيك بيموت. عندك حل تاني أمي؟ لا، يا بدنا نعمل هيك يا بتوقع البناية، مضطريين ننقي. شفت بيك انت وجيه؟ لا منو برا، بعده معصب. لا تروق ولا تغدى، وانجع برد علي بس احكي. روقي طولي بالك، بكره بروق. فيرا جوا بأوضتها؟ أوضتها، شغلت لبالي اختك. فيرا؟ ليش كمان؟ لا عم تاكل لا عم تشرب، خايفة تمرض تعمل لي قصة. أمي أنا كمان لا شايفها عم تاكل ولا شايفها عم تشرب، بس كمان مش شايفها نقصان جرام واحد. من كل عقلك فيرا مش عم تاكل؟ فيرا عم تاكل برا أكيد. يا عيب الشوم عليك، هيك بتحكي على أختك؟ ولك شو أنت لأختي أنا؟ بس من كل عقلك أمي فيرا تقعد بلا أكل؟ أختك قررت تضعف وأنا قررت طير. دكتور شو حكيت؟ بابا حضرتكم أم وبيو؟ لا أكيد لا، أنا أم. مثل ما توقعتي ابنك عنده ديابيت مدام. يا ذلي يا ذلي تعتيري أنا. شو ديابيت؟ سكري. كيف يعني سكري؟ ولد بعمره كيف يعني يكون عنده سكري؟ يلا خلص جابت تبقى؟ يعني لازم بلش بأنسولين. شو قولك أمي؟ سألتي عبد؟ ايه دق لعزيز، قال عزيز ما بيعرف شي، ناطر برا المستشفى. إن شاء الله خير يا رب. منين اجت هالمصيبة لجميلة؟ إن شاء الله ما يطلع بو شي. إن شاء الله يا أمي إن شاء الله، الله يطمنا عنه. تعرفي أنا مش قادرة أنطر، بدي روح أسأل ست نادين. شو يعني؟ يعني أنت خدها سلفة وهنا بتسكرها. أوكي، بكرة بسأل بالبنك. عطيتني مصاري. مين؟ مين؟ هنا. أخدتهم؟ لو ما أخدهم كنا تخنقنا سوا. إذا بيعرف بيي أكيد بيقتلك. إنه من وين بده يعرف إلا إذا أنت خبرتي. خلاص ما بعرف، انتبه. هدي، خلي نصهم معك. أكيد لا. فيرا ليك مصاري معي، هدي. بس يصير معك بتعطيني. صار معي، هدي. هشام قلت لك ما راح أخذهم. ليه؟ شو بدي فيهم؟ ما بعرف. فيرا بلا هبل، روحي أختي. روحي عند شي حكيم اعملي رجيم مثل الخلق، حشتي تضحكي على امك، خديهم. ما انت قلق. هدي اختي هدي. شو هول كلهم؟ عطيتني كثير لفيت. شو بدك تعمل فيهم؟ ما بعرف شو بدي اعمل فيهم، هدي خلي نصهم معك. شو بدي اعمل بنصهم؟ يا اختي ما بعرف، اعملي اللي بدك اياه فيهم، هدي خلي نصهم معك، هدي فيرا. اول مرة بشوف هالقد مصاري. وانا كمان. اي نادين هلا بدنا نطلع بالاسانسير. لا رح يبقى هون الليله بس لبكره. يلا بشوفك نادين، هلا بنحكي بالبيت. باي. طمنيني ست نادين. موني منيح، قولي لامك تطمن بيلا. رح يجوا هلا؟ موني جميله رح يناموا ليله بالمستشفى. ما قلتي لي انه منيح؟ ايه منيح، بس الحكيم طلب يعمل شوية فحوصات، كرمال هيك رح ينام هوني كل ليلة. يلا طمني امك. هنا؟ بونسوار. هنا؟ بلا. تذكرتيني؟ رامي شهوان. ايه تذكرتك. كيفك هنا؟
كيفك؟ أنا منيح. مصور. مصور. كيفك؟ دكتور رامي شهوين رفيقة لهنا كنا بزيت البرومو. بالمدرسة؟ بالجامعة. مجد السيف. شرفنا. جوزة حضرتك؟ لا. لا. لا لا نحن أصحاب. كيف أيامك هنا؟ شو عم تعملي هون؟ ولد صغير ابن ست بتشتغل عندي طلع عنده ديابيت. سلامته. هلأ بطلع عليه. شو اسمه؟ موني. منير خوري. ما تعطلو همه دكتور كرم بتصور حكيمه؟ صح. هلأ بطلع عليه ما تعطلي هم. رجعتي كملتي ميدسين ولا لا؟ لا. لا؟ مش حرام؟ أنا وهنا لازم نمشي تأخرنا. أكيد أكيد ما تعطلو هم. الصبي رح يكون تحت رعايتنا ودكتور كرم بجنن. شرف بمعرفتك أستاذ. وأنا كمان. هنا كتير انبسطت شفتك. مرسي. باي باي. باي. أورفوار. ما فهمت. إذا الصبي ما بوشي ليه ينيموه بالمستشفى؟ قالت يعملوا له فحوصات. إذا الصبي ما بوشي ليه يعملوا له فحوصات؟ ما بعرف قالت يطمنوا بالهم. إذا الصبي ما بوشي على شو بنطمنوا بالهم؟ يي أمي ما بعرف اللي بعرفه إنه الست نادين قالت لي إنه منيح. يي إذا منيح ليه ينيموه بالمستشفى؟ رجع. شو عم تحضر؟ عم بحضر فين؟ حلو؟ ايه فكرتك نبدي؟ لا ما قدراني. عبالي تشرب شي؟ اذا بتشربني بشرب. بيت؟ بيت. طيب رح اجيب كيس. لا بشرب من كيس. عبالك حط فيه مش دين؟ ليه؟ لا تحضري من الأول. لا ما عبالي فيه. عبالي بس أسهر.
هاي مجد. هاي. هلا مش بقدرت قلت اطمن منكم شو عملتوا. ما خبرتك على التليفون؟ كان بلا. حرام موني حياتي. كيفها جميلة؟ بدها تكون لمعطرة. منهارة. ما بتستاهل جميلة. متى رح يظهروا؟ بكرة بدهم يعملوا شوية فحوصات بالأول. إن شاء الله خير. هاي أحلى مطرة؟ أنا ظهرت؟ هي عادي. الساعة 11 بالليل. بعرف عادي. كيف عادي؟ لوين راحت؟ تروح بتقعد بالغابة اللي ورا البيت. لحالة؟ إنه معودة. كيف معودة؟ بلكي طلع لها شيء. ما في شيء بيخوف ورا البيت وهي أصلاً ما بتضاعد. رح ألحقها. ليه؟ لأنه ما رح أقدر نايم بدون أعرف وين راحت. نعستي؟ عبالي بس شي مرة كفي فيك. أنت بالمقلوب عن كل الناس حقيقتي. الناس لما بدهم يسهروا بتعلقوا فيه. أنت لما تحضري فيه بتنامي. مع أنه كان حلو كان عبالي كفي بس ما بقى فيه. طيب خلينا نفوت النام. يلا. ما عم برتاح بالنوم على هالتخت فؤاد. لازم نغير الفرش. بدك تنامي بأوضتنا الليل؟ بس هيك لكن غيرنا الفرش. شو جايبك لهون انت؟